حقق فيلم خطاب الملك نجاحاً كبيراً بسبب القصة المثيرة عن معاناة الملك من التلعثم أثناء الحديث ونجاحه في التغلب على إعاقته بمساعدة أخصائي من أستراليا. الفيلم حصد أرقاماً هائلة على شباك التذاكر في العديد من الدول الأوروبية وفي أمريكا. اليوم يقدم الفيلم كمسرحية لأول مرة على مسرح ويدنهام في لندن. ديفيد سيدلر هو الذي كتب سيناريو الفيلم، يعمل على تكييف النص مع المسرح. عندما تشاهد الفيلم ترى طريقة المونتاج والأداء كيف تظهر في الفيلم، ولكن عندما تراه على المسرح يجعلك ترى الأداء بطريقة مختلفة تماما. المسرحية من إخراج أدريان نوبل، ويقوم الممثل تشارلز إدواردز بأداء دور الملك جورج السادس، والممثل ليونيل لوغ بدور الطبيب المعالج. يقول تشارلز: أعتقد أن المسرحية مختلفة عن الفيلم، أي في المسرح هناك إمكانية أكبر للتواصل من خلال الحوار المباشر. أعتقد أن هناك خلفية سياسية أكثر للمسرح، ولكنها كانت رائعة بوجود ديفيد سيدلر في البروفات. أيضا هناك وجهة نظر جديدة تظهر على الخشبة لم تكن موجودة في الفيلم. في الفيلم لعب دور الطبيب كولين فيرث الذي يساعد الملك في التغلب على المشكلة، وحصل على تكريما عن هذا الدور. ومع ذلك يرى الممثل تشارلز إدواردز أنه من المثير العمل بالمسرحية التي كانت قد مثلت كفيلم. إنها شخصية لدور مسرحي، مثلها مثل غيرها من المسرحيات، حتما سيكون الأداء مختلفا عن شخص آخر. خطاب الملك يبدأ عرضها من 27 من آذار مارس الحالي وحتى 21 من حزيران يونيو المقبل.